كاين حتى شي حاجه. صدموك من قالوا لك 3000 درهم؟ صدموني صدموني يعني ملي مشيت دخلت لعند السيده في الصندوق. وليت صدمتي من قضيه 3000 درهم؟ صدمت صدمت ملي مشيت هضرت مع ديك السيده اللي في سميتو في الصندوق قالت لي 60000 ريال. 60000 ريال. ومني مشيت لهداك ديال الكلينيك ديال قطاع ولد عائشه قالوا لي 44. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا حنا قدام ميريزكو، والشابه هذه اللي كتعاني اللي عندها 37 سنه اللي كتعاني من التهاب عندها في الكتف ديالها. كيف ما كتشوفوا عندها التهاب حاد اللي تقريبا هذه عام وهي كتجري على الكتف هذا، ولكن مع الاسف حد الساعه يعني ما تعالجت ما حتى شي حاجه. وطبيعه الحال جات لميريزكو على حسب القول ديالها، جات ميريزكو باش دير الراديو الكبير ليريم، ولكن طلبوا ليها 3000 درهم. 3000 درهم كتقول لك ما السيده هذه يعني 3000 درهم انا من غنجيبها؟ 3000 درهم الحاله ضعيفه، من غنجيب انا 3000 درهم وانا قصدت يعني المستشفى يعني ديال الدوله. السلام عليكم لالا. السلام. كيداير؟ قول يا عمر. واخا عاودي لنا النهار اللي جيتي باش تعالجي الكتف ديالك خصوصا عندك التهاب حاد. لا ملي صيفطوني من سيدي عثمان عطاني الطبيب ورقه جيت لميريزكو. سيدي عثمان اول مره درتي الكشف؟ اول مره. وصيفطوني لميريزكو، ملي صيفطوني لميريزكو درت التلفازه، درت التلفازه، التلفازه قالوا لي خاصك ديري لي ريم لان عندها الالتهاب وعندي في كتفي كيعطيني الحريق. وملي مشيت نسول في الصندوق شحال هاد لي ريم هذا قال لي 60000 ريال، وما عنديش انا باش غادي نديرو لانني انا كنعس على حدا السبيطار. وليتي غير حدا السبيطار؟ انا حدا السبيطار ناعس، انا ما كاينش شي حاجه، ما عندي حتى حاجه، وليد اللي كنت كنخدم بيها واللي كنت كنكري بيها ونخدم بيها راه هي تعطبات ليا دابا وبقيت. عندك مشكل كبير يعني في الالتهاب في العضل ديال الكتف؟ حيت دابا قال لي خاصك ضروري دير هذاك ليريم باش نشوفوا الا كانت هي ديال العمليه، راه غنديروا العمليه كانت على الترويض غنديروا لها الترويض. يعني تقريبا عام وانت هزي عام عام عاد راه داخله في اكثر من عام دابا، راه جايه داخله انا دابا داخله في اكثر من عام، اللي غادي يدخل رمضان وعاوتاني غادي نبقى عاوتاني، وعندي نهار 13 شهر 4 عندك عندي رونديفو وما عنديش باش غندير. عندك حتى الخوا يعني في الكتف ديالك؟ دابا انا ملي كنبغي نهبط في حدا التروطوار ولا شي حاجه كيبغي بحال يطيح ليا يتنصل ليا. دابا انا نبغي نحيد هاد الرباط هذا على اساس كنعيا منه كيعطيني الحريق حتى هو، وكنخاف لا تعود تجمع ليا ثاني شي عصبه اخرى نولي ثاني في شي مشكل اخر، ولكن ما تنقدرش. ما تنقدرش. اللي ديالك يعني زرقت وعندي حتى الصبع، الصبع تيعطيني الحريق وعطاني عطاتني الجل حتى هو، عطاتني الجل عطاتني الحريق ولات كتخطف عليا. وليت كنمشي. الصبع مهم راه كيعطي تخطفات تخطف ليا حتى الجل كتخطف ليا، ما كنبقاش نقدر نبقى واقفه. دابا راه واقفه والحريق فيا قدام فيا. اللهم لك الحمد. يعني وليتي خايفه ولا تولي لك شي حاجه؟ هذه راه لا اله الا الله، الا ما قالوا لي هما، الا ما قال لي في الراديو شي حاجه كاينه، مادام هو الحريق يعطيني و مني قالوا لي الالتهاب راه تقريبا راه ماشي ساهله. مادام هما خرجوا لك ليريم في التلفازه وماشي حتى الطبيب قالوها صاحب التلفازه، الطبيب ديال التلفازه قال لي ضروري خاصك ديري ليريم، لانه ما داروا قالوا لك هاد ليريم الا راه شكوا راه بان كاين شي حاجه. كاين شي حاجه ضروريه. وخا شنو هو النداء ديالك؟ النداء ديالي كنطلب من المحسنين الله يجازيهم بخير في هاد العواشر هادي، والله يدخل عليهم هاد الشهر بالصحة والسلامة، وباش تمناو يا ربي ويعطيهم صحيحتهم وضو عينيهم، ولا لا يخطي صحة لشي حد كنطلب من الله، الله يعطيهم صحيحتهم ويوقفوا معايا. أنا ما كنطلبش الفلوس، ما باغاش الفلوس، أنا بغيت غير شي إيد صغية اللي تعطاني يوقفوا معايا غير في السبيطار تندير هاد الشي، وتنشوف حتى أنايا أشنو عندي. باش انا ينصح، لانه حتى انا راني اختكم منكم، حتى انا راني مغربيه، حتى انا راني مغربيه، حتى انا رانا باغا انا نتعالج
باغا نتعالج، باغا تا نمشي لخدمتي. راه مال فا كنخدم في هاد رمضان، وكنخدم حتى في الفطار، كنخدم مسمى حرشه، كنخدم غير بوحدي. الا دخلت لشي محل كندخل نخدم غير بوحدي، كيقول لي جيبي شي مرا، كنقول لهم لا نخدم غير بوحدي. والحمد لله كنخدم يعني في خدمه غالب يعني النيه بصنعتك يعني وكذا. بصنعتي. اه كنخدم بنيتي، انا ما عنديش مع ديك الغرش ولا شي حاجه، كنخدم بنيتي. ولكن هاي لحد يعني الان انا تنيتي ما في يديك يعني بقيتي بلا خدمة لان وهادشي. واحد السيد هو اللي دار لي الحاله هذه، دعينا الله الواحد وحده، لانني تنكمل وندير لي ريم ونشوف شنو هو عندي، عاد غادي نمشي ندير سرتافيكا. راه هي كاين هنا عند طبيب شرعي، غندير سرتافيكا وعاد غادي نتفعل هذا الوكيل، وباش حتى هاد السيد هذا ياخذ الجزاء ديالو، لانه هاد هذا السيد هذا السيد اللي تعدى عليه هاد السيد اللي تعدى السبب عليا، لانه اللي سبب لي دابا في اعاقه مستديمه هذه. راه ماشي كتسمى لي بانني راه حيد لي هذاك سميتو عليه الجاكيطه من كتفي، وخد لي فيها عدم التعرض لاساس ان اختي ما دير حتى حاجه في الدار. هذاك الموضوع ثاني لانه راه هو هذا راح نتلاصق فيه في ايديا وفي هادشي هذا، لانه ما بغاونيش نجي للمقاطعه. دابا انا عندي واحد الورقه باغا نتفعل المقاطعه باش نصوب هادشي ديال لاسينيسيس. انا دابا ما بقيتي ما عارفه شنو دير. ما خفت ثاني، انا العنف تكرفص اكثر من هكا. من الاحسن لي اللهم كنطلب نداء من المحسنين انهم يتعاونوا معايا ويتفاعلوا معايا، على اساس انني يعني غير تعالج بغيت نتعالج وي، على اساس بغيت انا لي ريم، بغيت لي ريم نديرو باش نشوف اشنو هو عندي، باش نقدر ندير شكايه وغنتفاعل باش باش الشكايه نتفاعل الوكيل، حتى انا ياخذ لي حقي المخزن، حتى هو ياخذ لي حقي من هذا السيد هذا، لانه تاغي تاغي في هذيك المقاطعه ديال السوسين، تاغي تما كاين يعني. شنو هو الرقم ديال التليفون ديالك؟ رقم التليفون ديالي هو 06 98 03 73 66.